فكرة ولادة القائد الكوبي فيدال كاسترو 98 ليست حدثا عابرا بالنسبة لفنزويلا. Aquí estamos recibiéndote con un baño de pueblo de amor. فهذا العام قررت الخارجية الفنزويلية والسفارة الكوبية في فنزويلا تنظيم معرض للصور تكريما للقائد اللاتيني الراحل في قاعة سلفادور أيندي في مقر الخارجية بالعاصمة كاراكاس. اليوم هناك مشكلة عميقة في القيادة الفاشية على مستوى العالم، وبالتالي لم يتبقى لنا سوى اللجوء إلى الفكر الثوري المتمرد الإنساني، ولاسيما الفكر الاشتراكي للقائد فيدال كاسترو. فليحيا فيدال كاسترو. جميع الصور أرسلت من مركز دراسات فيدال كاسترو في العاصمة الكوبية هافانا. هذه مناسبة جديدة تعلمنا أن فيدال كاسترو لم يرحل، هو حي يعيش بيننا. الشعوب مستمرة في النضال من أجل الاستقلال والسيادة ونيل الاحترام. معرض سيستمر لمدة شهر يتمكن خلاله الفنزويليون من التعرف على صور نادرة عن حياة كاسترو. تتزامن ذكرى ولادة القائد اللاتيني فيدال كاسترو 98 مع حملة عالمية يشنها الغرب واليمين المتطرف على فنزويلا التي يربطها تاريخ طويل من النضال المشترك مع كوبا. علي حجازي، كاراكاس، الميادين.